ومعنا من لندن الناشط السياسي عمار وقاف. أستاذ عمار، قضية السلاح الكيماوي تسارعت ربما في الآونة الأخيرة، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على التوافق الروسي الأمريكي الأخير؟ وإلى أي مدى أيضا يمكن أن يذهب المجتمع الدولي ضد النظام السوري إذا ما تأكد استخدامه لهذه الأسلحة؟ مساء الخير. حقيقة أعتقد بأن الدول الغربية تحاول إثارة مسألة السلاح الكيماوي للتهديد بأن هناك رأيا عاما داخل هذه الدول يعني قد يتم إثارته من أجل إعطاء الحجة للتدخل في سوريا، وهذا يمكنها من استخدام يعني هذا التهديد كورقة ضغط في أي مفاوضات سواء مع الحكومة السورية أو مع الحكومة الروسية حول تسوية المسائل في سوريا. لكن الوضع ليس يعني كما يشتهون ويحبون. الناس في الدول الغربية تمانع تسليح الثوار بنسبة كبيرة تصل في ألمانيا إلى 80% حسب استطلاع رأي، فما بالك بالتدخل المباشر. وعندما قامت السيدة كارلا ديل بونتي منذ بضعة أيام بالحديث عن استخدام يعني المسلحين في سوريا للسلاح الكيماوي، فيعني هذا تقريبا أصاب يعني دق مسمارا في نعش مسألة التدخل الخارجي المباشر. لذلك شاهدنا بأن وزير الخارجية الأمريكية يعني شبه هرع إلى موسكو لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والضغط على القيادة الروسية بأي شكل كان ضمن الأوراق المتاحة لئلا يخسروا أوراقا شيئا فشيئا. حتى لا يخسروا أوراقا شيئا فشيئا كما تفضلت. كاميرون اليوم أعلن دعم بلاده أيضا لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا. من خلال متابعتك هناك للسياسة البريطانية حيث أنت في لندن، هل تعتقد بجدية الإدارة البريطانية في هذا المسعى وكيف تتصور تجسيده على الأرض؟ أعتقد أن الحكومة البريطانية والحكومات الغربية يعني أدركت من خلال النجاحات التي حققها الجيش العربي السوري في الأسابيع الماضية في بضعة الأشهر الماضية، حقيقة هي نجاحات مهمة على الأرض، بأن المسألة ليست يعني بالسهولة مسألة إسقاط الحكومة في سوريا. قامت الغارة الإسرائيلية أيضا، كان هناك رد استراتيجي. حقيقة نحن كنا كمواطنين سوريين ننتظر ماذا ستعلنه القيادة السورية، وعلى ما يبدو بأن الرد يعني ذو طبيعة استراتيجية. مسألة تمرير أسلحة ذات أهمية أكبر لمحور المقاومة، التناغم أكثر، وهناك أيضا حديث عن أن سوريا يمكن أن تطلب سلاحا روسيا جديدا يمكن أن يخل بالمعادلة في الشرق الأوسط. لذلك هم يريدون الآن بشتى الوسائل أن يبدأوا عملية سياسية أيضا، لكي وهم ما زالوا يمتلكون بعض الأوراق لئلا تخرج العملية من يدهم. هم يعني ربما يتمنون أن تسقط الحكومة السورية ولا يضطرون إلى هذه العملية السياسية، وهم سيجدون حقيقة صعوبة في إقناع مثلا الائتلاف السوري، لأن الائتلاف السوري هو قائم على نظرية انتظار سقوط الحكومة في سوريا لكي يتم تنصيبهم بسهولة دون أي انتخابات من أجل ملء الفراغ عفوا. فيعني سنرى بدلالة كل التطورات السورية والدولية، كيف تقيم فرص الخروج من هذه الأزمة؟ هل تعتقد أن الحل السياسي بالفعل لا يزال ممكن؟ أعتقد أن الحكومة السورية باستعادتها زمام المبادئة على الأرض قد فرضت واقعا جديدا بشكل أو بآخر. أعتقد أن الحل يجب أن يكون سياسيا في نهاية الأمر. يعني نحن جميعا سوريون، استطاع يعني حاول قسم من السوريين أن يجر قسما آخر من السوريين إلى حيث لا يشتهون ولم يفلحوا في ذلك. حقيقة يجب أن نصل إلى نقاط مشتركة، وأعتقد هناك مشاكل معينة، هي أن مثلا القيادات السياسية في المعارضة السورية حقيقة لا تمثل ماذا يحدث على الأرض. الرئيس السوري بشار الأسد تحدث في إحدى ملاحظاته عن قوة جديدة نشأت على الأرض. يعني ربما نحن نشاهد في هذا المؤتمر المزمع عقده في نهاية أو قبل نهاية الشهر، إن كتب له النجاح، قيادات جديدة موجودة على الأرض يمكن أن تتحكم بما يحدث حقيقة على الأرض، وليس كل هؤلاء الناس الذين يظهرون ليلا ونهارا على شاشة التلفزيون ويدعون تمثيل الشعب في سوريا. يجب أن يتم الموضوع بشكل احتكام سياسي. كما قلنا هناك الكثير من الحديث بأن مثلا الرئيس بشار الأسد يجب أن يذهب. نحن من حيث المبدأ يعني لن نوافق على الإطلاق كمواطنين سوريين، ندعم الحكومة وموقفها حاليا، على والله أن يأتي أي شخص كان ليفرض علينا أن يذهب الرئيس. فليتفضلوا إلى انتخابات مصادق عليها دوليا وليرون عضلاتهم. يعني إن كانوا يستطيعون أن يحشدوا رأيا كافيا
لكن هم لعدم يقولون الاصرار سيد على عمار الشخص الصيني. ان هذه المطالب ليست دوليه وليست تدخل خارجي بذهاب الرئيس الاسد او لا، مع انهم يتكلمون بها الان، هي مطالب من المعارضه السوريه التي تمثل من هو على الارض حسب تعبير المعارضه. طيب يا سيدي، وماذا عنا نحن؟ طيب يا أخي، نحن لا نريد، شوف، هناك مسألة مهمة يجب أن نورثها عفوا للأجيال القادمة. ما هي آلية التغيير في سوريا؟ إن سمحنا الآن نحن بآلية تغيير عنيفة للقيادة السياسية المعينة، فنحن عمليا نشكل سابقة للأجيال القادمة لأن تقوم بهكذا تغيير متى اشتهت، وأن ترى يعني تجد تسليحا وتعاطفا من الخارج، ولن تعمر البلد في حياتها. يجب أن يفهم المعارضون بأننا لن نسمح بهكذا، كشعب سوري لن نسمح بهكذا تغيير، بهكذا آلية تغيير. الوقت الآلية انتهى، التغيير أعتذر الوحيدة من المقبولة الناشط هي السياسي عمار وقاف وأشكره على تعليقه هذا. شكرا يا سيدي.